مرحبا من جديد. نايمين هلا احنا بكينز جروف، الساعة 7:30، بننام لنا تقريبا 9 ساعات، يعني من في الساعة 4 الفجر 5 الفجر، خلينا في الساعة 5 الفجر، وراح انطلق من هون من كينز جروف، راح اتوجه مباشرة الى جماعة الجري بيردز. وليدي طبعا كالعادة ما بتنامش. صباح الخير، يوم جديد بسكايريم. ايوه نشط، بيعمل تمارين الصباح. ايوه 1 2 3 4 5 6، خلصنا منيح. هلا الساعة قديش؟ 5 الصبح، 5:30. افوت اغير ثيابي هون، ما في واحد نايم، غير ثيابنا هون، غير ثيابنا، مثل هاي هذول كلهم اللي انا حاطط. او سوري، فيني انا افوت من هون احطهم علي، بس انا شكلي مش حاطط كل الاشياء بالفيفوريتس. بلا، حاطط كل الاشياء بالفيفوريتس، مع انه هاي ما شفتهاش، ما تمثلهاش. اوكي هاي هي، صباح الخير. ناكل شي على الطريق، ما راح هلا اصرف وقت كتير هون. دفش الباب وظلوا طالع، مع السلامة. وهاي كيف الطايس؟ ما بتعرفش كيف بتفيق كل يوم. واضح انه لو مش مغيمة كان في نور اكتر بالسماء. لك حصانة وين واقف؟ تعال، شو عم تعمل؟ ليك شو اللي طلعت لهون انت؟ ايوه شو اللي شو اللي شو هذا؟ ما راح يطلع هلا. تمام طلعنا. اوكي تعال نفوت نشوف هلا الطريق من وين. هلا احنا هون، هاي اسمها كينز جروف، هذه كينز جروف اللي هي بهالمكان هذا. مفروض اني انزل امشي بالطريق هاي. فيني امشي بالطريق هاي وبعدين بس اوصل على هالبحيرات هاي، بدي اجي ارجع على دارك ووتر كروسنج. طيب راح نمشي بهالطريق، شوف هالطريق لوين بتاخدنا. ليش الموسيقى عالية؟ ثواني شوي، الموسيقى عالية زيادة عن اللزوم، أو هو يمكن هالتراك هذا كتير عالي، ما بعرف. طيب هذا ايش اللي بالأرض؟ لحظة شوي، في جثة بالأرض. نو شو اللي قتلوا هذا؟ هاي الشخصية هي احدى الشخصيات ال هذا الشخصية موجودة كانت جوا بالمكان اللي احنا كنا فيه. ما بعرف ايش اللي طلعوا لبرا وشو اللي قتلوا بهالشكل. اسمعوا شغلات. روجي نزيحه على الطريق، فين احطه هون؟ فليركض بسلام. يلا تعال نطلع على الحصان، وبعتقد الطريق على الشمال. فنعم كل ما تكون هيك الدنيا معتمة ومغيمة والطقس مش حلو للمشي، بطلع على الحصان تبعي وهيك. صح عم نلف على الشمال، نعم عم نلف على الشمال. ان شاء الله اكون ماشي بالطريق المظبوط.
هاي هون بتطلع على مكان بعرف لما بتروح، بس تكون الدنيا مغيمة هيك ما فيك تشوف معالم الجبال البعيدة. لو مش مغيم الدنيا كان فيني اني اتأمل اكتر مثلا بالافق واشوف الجبال واميز. لحظة، في سمعت اشي دب، يعني مثلا هذا الجبل اللي فوق مش عارف هل هو الـ throat of the world، ما فيني اميز بالضبط شو هو، بس يلا ماشيين بعالم سكايريم، لا بوصلة ولا أسهم، مغامرة. أنا هون بعد ماشي بمحاذاة الطريق هاي، هاي الطريق المفروض إنها تاخدني، بالواقع المفروض فيني أنا أنزل أبتعد عن الطريق، بس إذا بحال ابتعدت على الطريق راح أبتعد عن الطريق وراح أدخل بال أوه أوه، زيح زيح عنه زيح عنه، يدي زيح عنه هذا. لا شو عم تعمل ليديا؟ تعي تعي، ما بدناش نعلق معهم هذولي. هون في نار مولعة، ايش هذا؟ ستيم كراج كامب، هذولي هون جاينتس. لاحظ من هاي الصخور عليها علامات، العلامات انا هاي مش عارف الالوان، يعني مين اللي رسمها، هن جاينتس نفسهم ولا بعرفش مين اللي علم لهم عليها. وين هلا انا هون مش قادر اميز اذا هذاك الجبل ولا هذاك الجبل. ايوه طيب، هون وصلنا على البحيرات، في ضباب، هاي ايش الماعز عم بتسبح. ايوه طيب، أنا شكلي علقت حالي، معقول يكون هديك هناك هاي راسكر؟ محتمل، فيك تنزل يا حصان؟ في ينزل؟ ما بدي ينزل بسرعة. اوكي هذا صوت دب هون، الدب عم بطارد حدا، انا بعد معي القوة الخاصة هاي، مع انه على الارجح ثغرة باللعبة، ليك انه يعني كم يوم صرت نايم وعم بقول لي باقي 10 ساعات، فلانه يمكن غيرت التايم سكيل لما كانت هاي مفعلة خربت اشي، بس ما عندي مانع ما عندي مانع. اذا هذا مشكلة باللعبة لما انت عم بتغير تايم سكيل هيك بصير. وهذا هون شو؟ قلعة، انا رح اقرب عليها بس لحتى تعلم لي على الخريطة وين انا. ميست ووتش ديسكفرت، اها اوكي انا موجود بهالمكان هذا هون، مكان بدي ازيح على اليمين لحتى اوصل على الجسر هذاك.
مزعج هالضباب هذا، مزعج. شايفين جسر هون؟ مفروض انه يقابلني هلا الجسر اللي راح اعبر النهر عليه. فعلا ماني قادر اشوف اشي. هاي ايش هون؟ هذا مكان مدني. مرحبا، دارك ووتر كروسنج. وصلنا على دارك ووتر كروسنج. وين شو سر؟ هيا اخيرا. طيب الساعة هلا 6، بس مع انه الشمس طلعت بس الضباب هذا عامل له مشكلة. وبعد ما نعبر هذا الجسر بدي اخذ يمين شمال، وعندي طلعة على الجبل. طلعة على الجبل. طيب تعال نشوف من وين الطريق. ما بدي استعمل الانتقال السريع، مع انه هلا ما في اي مواجهات خطيرة عم بتعترضني. هون شوية الرؤية تحسنت. هدول شو عم بيعملوا؟ مين هدول؟ هدول جماعة، شو اسمهم؟ نسيت اسمهم هلا. ستاندار يمكن؟ ما في نحكي معهم. طيب هذا الطريق الفرعي اللي راح يطلع فيني على الجبل، بدي أحاول ألحقه. أحاول ألحقه. هاي من هون. بعدين في عندي على اليمين مثل ما سامعين العصافير. هي بس الغيم ينقشع بس. مع انه طلع عليك السماء فيها نجوم مبين. شكله الغيم عم ينقشع أخيرا. فالظاهر هاي الحلقة كلياتها بس لحتى نروح على، نطلع على هاي هراثجار فوق عند شيوخ اللحى الرمادية. أنا البوق معي، أعطتني يا دلفين صح ولا لا؟ هورن. هيا هذا البوق هو بوق يورجن ويند كولر، مؤسس هالجماعة هاي. بعدك مع ليليا؟ بعدك مع، تمام. وهون بتذكر لما أول مرة أجينا على ايفرستيند كان في ترول. اوه هذا بيهجم علي ولا لا؟ لا ما بيهجم. واو هذا كتير قوي، هذا جدا قوي جدا قوي يعني. واو هذا قوي جدا. منيح اللي معي، عن جد منيح اللي معي اياها هاي. كنت راح اتعذب كثير لو حاولت اني هذا اواجهه. ما بعرف اذا بحال رجعت قريت العلامات العشرة وانا طالع على الجبل، اذا بحال رجعت قريتهم مرة ثانية. هل بيرجعوا بيعطوني المهارة ولا لا؟ وهون الترول اللي قتلناه هذا هو. لا وينه؟ قتلنا ترول بهالمكان.
شوف مع انه الساعة 7:30، ولكن هذا هون وصلنا على ايفرستيد، مع انه الساعة 7:30 بس لانه احنا سحبناها سحبة من الساعة 5:30 لما كانت معتمدة، ف بحس انه التايم سكيل، الطريقة اللي بتغير فيها، الطريقة اللي، ويمكن لما انا بطأت التايم سكيل الجو ما بتغيرش بنفس الطريقة كما لو كان ماشي على سرعة أكبر. طيب ما راح هلا أشغل حالي، هذول هني اللي أنا قعدت أقرأ فيهم العلامات العشرة هاي، والطقس إن شاء الله هيك يبقى، إن شاء الله أطلع فوق على الجبل وتكون هيك مشمسة. مفيش عواصف، هذا أحد الحجاج بيطلعوا بحجوا هون على الطريق هاي. وينك ليديا؟ هاي بسموها طريق 7000 خطوة، لأنه في 7000 خطوة لحتى إنها تطلع لفوق، فبيجوا العالم بحجوا هون بيتأملوا بالعلامات هاي الموجودة على الطريق، بيتعبدوا أمامها. هلا هون وصلنا على الارتفاع، الطقس حيتغير. يمكن لازم ادور على مود اشوف حالي على الحصان من قدام مش من ورا. ليديا بعدك معي؟ بعدك معي، تمام. مستحيل ارجع امشيها هالطريق هاي كلياتها، طريق طويلة وباردة مملة. مين سمع صوت حدا؟ باستثناء هالمناظر الجميلة هاي اللي هي في واحد يقعد يتأملها لطالما مش مغيمة. وهون كان في ترول كمان قتلناه. فوق أعلى قمة ما فيني أشوفها هلا وأنا على الحصان. بالمناسبة لكل اللي عم بتابعوا عالم الألعاب، يمكن بعضكم سمع إنه مؤخرا تم الإعلان عن فول أوت 4، الجزء الرابع من لعبة فول أوت، من إنتاج نفس الفريق اللي أعطانا سكايريم، بثيسدا جيم ستوديوز. وأنا كنت يعني أترقب إنهم راح يعلنوا عن لعبة جديدة، وكنت يعني حاسس إنه راح تكون فول أوت 4 مش إلدر سكرول 6. ممكن ارجع بعدين احكي عن الموضوع هذا، لكن هلا وصلنا على الدير تبع الجماعة هذولي اللي اسمه الهاي هوراثجر. شو يعني هوراثجر؟ مش عارف. واو اخيرا، تعي راح نوقف الحصان تبعي فوق.
بس ايوه اقعد هون. عندك شوية نباتات صح، انهم يعني نباتات ناشفين، بس ليش مش قابل ينزل؟ لازم تكون واقف يعني بزاوية معينة. ايوه مش عارف، طيب تعال نفوت على المكان هذا، ندخل الى هاي روثجار. واو، نحتمي من هالصقيع ومن هالبرد لانه الطقس برا مزعج. تمام ليديا، خلينا اول شي نتدفى. اول شي كالعادة فايت على مكان. طيب انا هون المفروض اني هلا الاقي ارنجير. طيب بيرفكت and complete my trainings، راح يعلموني بعد اشياء. وين ارنجير؟ مرحبا انت ارنجير، اهلا. You've retrieved the horn of Jorgen Wimko. نعم. Well done. You have now passed all the trials. Uh-huh. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Uh-huh. حيعترفوا هلا فينا رسميا انه انا Dragonborn. خلينا نشيل هذا. شو بدكم تعملوا لي يعني؟ You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da. Which means push. Da. هذا المقطع. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. المقطع الأخير من الصرخة هاي بصير الصرخة أقوى بكتير، وهاي بتنقرها مثل ما شايفين بهالشكل هذا. Master Wulfgar will now gift you with his knowledge of Da. You have completed your training, Dragonborn. Uh-huh. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeard. شو بدكم تعملوا؟ شو عم يعملوا معي هدول؟ Meis nu ismir tovasebrov dama da rock. Whoa! I get showers here. I'm just marsuha alayadi. You have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Aywa. Abwab High Hrothgar مفتوحة لإلي. رجعوا لصلاتهم ولا لتعبدهم. لكن انا هلا صرت رسميا عضو عضو بايش؟ صرت دراجونبورن. صرت رسميا دراجونبورن. رجع يصلي هذا وهذا كمان. تمام، ما في شيء ثاني اعمله هون. بعتقد هلا اذا بحال صارت، بما اني هلا انا يعني صرت مسموح لإلي، صرت دراجون بورن رسمي، كل الاشياء هاي صارت هلا مباح لإلي، فيني اني اخذها. كل شيء هون صار لي، حتى كمان يمكن فيني انام اذا بحال لقيت شيء عندهم هون تفوت للنوم.
هاي هي فيني كمان انام اذا حبيت. اكسبت رضاهم لهالجماعه، ما عندهم الا اي مهمات اخرى. خلصنا هلا الجانب هذا من من القصه. الواقع عاوز اكل، تعال نشوف اذا انا صرت رسميا عضو عندكم. هاي ايش؟ بريد. هذا جبنة معفنة ما راح اخذها. اوه تعال تعال ليدي في اكل، شو بدك خذي واستحلي. هاي ناخذ واحدة من هون وبنقعد مثل الشاطرين على الكرسي هاي وبنقعد ناكل. وين الاكل تبعنا؟ ايوه يعني الجماعة جبنا لهم البوق، وهذا البوق كان كثير بيعني لهم. شو؟ Spirit of Nern. Spirit of Nern. Read. Spirit of Nern. الكتب هاي حلوة انه بتعطيك معلومات عن عالم تمرييل. يعني هون عم بحكيني عن نيرن، هو الكوكب اللي احنا عليه. The God of All Mortals. طبعا هلا ما راح انا افوت اقعد اقراه مع انه كتاب قصير. بس حلو انه يعني للي بيعرف انجليزي بتعيش مش بس عم تلعب، بس كمان عم تفهم القصة والعالم اللي انت قاعد عم تلعب فيه. تاريخه وثقافته، الدين تبعهم، الآلهة تبعتهم. عالم خيالي أسطوري. كلها كتب هون، اللي واحد قاعد مروق راسه بيقعد بيقرأ بعيش الجو. 9. طيب تمام، يعني من السنة ما طلعت من كينز جروف 5:30. مقبولة مقبولة، يعني كنت أتمنى إنه تكون تايم سكيل 10. معقولة، ما راح أسرع أكثر من هيك اللعبة، على اعتبار إنه أنا قاعد يعني على الحصان كل الطريق عم بركض على الحصان. طيب راح نكفي هلا. مين اللي عم بتفشني من ورا قاعد؟ شو بدي اعمل معك انت؟ خلينا نكفي بالحلقة اللي بعدها.